يعني بنتكلم عن التسهيلات الكثيرة اللي بتقدمها الدولة لتسكين الموظفين اللي هينتقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة، وإزاي بيتم تخيير الموظفين بأنهم يحصلوا على وحدة جاهزة على التشطيب في مدينة بدر بنظام التمويل العقاري، في كمان أول الحي R3 السكني اللي موجود في العاصمة الإدارية، يعني يسكن في بدر يسكن في العاصمة الإدارية، أو كمان لو سكن في بدر ياخد بدل انتقال. خلونا نعرف كل التفاصيل اللي بتحصل وخطة الحكومة لتسكين وانتقال الموظفين من الوزارات المختلفة للعاصمة الإدارية الجديدة. قدمت الحكومة تسهيلات كثيرة في إجراءات طرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية والمتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر، وكذلك وافق مجلس الوزراء على عدد من التيسيرات الخاصة بالسداد فيما يتعلق بالوحدات السكنية التي تم توفيرها بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمن سيحصل على هذه الوحدات. أيضاً تم الانتهاء من تنفيذ نحو 13,000 وحدة سكنية بمدينة بدر سيتم تخصيصها للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والراغبين في الحصول على وحدات سكنية، خاصة وأن الوحدات جاهزة للتسليم، وجاري حالياً تنفيذ نحو 20,000 وحدة سكنية أخرى، وذلك ضمن وحدات سكن الموظفين بمدينة بدر. ووفقاً للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فقد تم استطلاع آراء الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وحيث أبدى بعضهم رغبته في الحصول على وحدات سكنية، فيما أبدى البعض الآخر رغبته في الحصول على البدل النقدي للانتقال. وتم طرح تلك الوحدات وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي بسعر عائد 3% تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 30 عاماً، أو المبادرة الأخرى للبنك المركزي بسعر عائد 8% تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 25 عاماً، وفي حالة عدم انطباق الشروط يمكن السداد بنظام التقسيط المباشر لمدة 7 سنوات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. أيضاً تم التنسيق مع جهات التمويل بشأن مراعاة قيمة بدل السكن عند احتساب قيمة القسط للدخل الشهري، وسيتم التنسيق أيضاً مع جهات التمويل لضرورة عمل وثيقة تأمين على الحياة وضد العجز الكلي أو الجزئي طوال فترة التمويل. يمكن ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ما زال تحت دائرة الضوء لتمهيد الدولة بكل مؤسساتها ووزاراتها وأجهزتها المعنية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. شفنا في التقرير الخيارات اللي بيتم طرحها للمواطنين، سواء كان استلام شقة كاملة التشطيب في مدينة بدر، أو اللي انت تاخد شقة في الحي السكني R3، أو مقابل اللي انت خدت في بدر عشان تبعد بعض الوقت دقائق معدودة كمان عن العاصمة الإدارية الجديدة في بدل انتقال. لكن في الحقيقة الموظفين دول علشان يروحوا العاصمة الإدارية الجديدة كان في خطوات كتيرة جدا لتأهيلهم، وأهمها هو الخضوع أو خضوعهم لاختبارات في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لأن زي ما بيقول دايما دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن من حق الدولة اللي هي تختار أفضل العناصر فيها علشان يشغلوا الجهاز الإداري بالدولة، لأن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة مش بس اللي احنا بنروح عاصمة إدارية جديدة، لكن احنا كمان بنقدم خدمة بتليق بالمواطن المصري في الجمهورية الجديدة، وبتحافظ على أدميته وبتقدم الجمهورية الجديدة ككل بشكل جديد، يعني شكل يليق بالمصريين.